انتشرت بالفترة الأخيرة أخبار عن هجرة عدد كبير من الأساتذة، ونشرت أحدى الصحف مقال بعنوان 1800 أستاذ تركوا المدارس إضافة إلى مجزرة بالليسيه. وبهالإطار نظم عدد من المعلمين والمعلمات اعتصام أمام مدرسة الليسيه الأشرفية. أنا رئيس لجنة الأساتذة بالمدرسة حالياً، وأنا مدرسة وأميت مكتبة بالمدرسة كمان. هلأ الاستقالات صارت من كل مدرسة، صار في عدد معين من الاستقالات، ضغوطات الشغل يلي مرقوا فيها الأساتذة، منا أنه في ناس إجيهم عقود عمل خارج البلد فلوا. نحنا كان عنا مكتسبات بالمدرسة الأساتذة أخدينا، وهول المكتسبات شلونا إياهم بأمضاء عقود جديدة حزيران 2020. لقينا نحنا أنه مفروض نعلي صوتنا شوي بتحرك، بركة بيوصل شوي لأعلى، أنه بنقدر على القليلة أو أنه يدفعونا تعويضاتنا أو أنه يردونا على القليلة لمينيموم، يعني أقل شيء ممكن من الحقوق المكتسبة اللي شالوها. الموظفين الفرنسوية في نوعين، عندك الإكسباتريي والريزيدان. هن الريزيدان اللي مقيمين بلبنان عم بياخدوا معاشاتهم من المدرسة بالعملة باليورو، بينما نحن كموظفين لبنانيين بناخذهم بالعمله اللبنانيه. هلا نحن بالقانون الداخلي تبع المدرسه انه كل استاذ اكمل 16 سنه عمل بالمدرسه، اذا فل له حق يخلي ابنه بقلب المدرسه بيتعلم يعني بدون قسط. بس للاسف بسبب يمكن شافوا كثير في استقالات من قبل الاساتذه، يمكن استعملوا هيدي وسيله ضغط على الاساتذه انه بكون تفلوا بتاخذوا اولادكم معكم، نحن مش مستعدين نعلم لكم اياهم. هلا نحن منا بصدد، منا حرب ابدا، بالعكس نحن لو ابقوا على مكتسباتنا نحن اكيد ما كنا لا بوارد انه نحن نعمل تحرك ولا بوارد نعمل حرب اذا بدك. ما بعتقد انه هذا التحرك حيضر باي استاذ.